راديو سوريالي يقدم المسلسل الإذاعي بتوقيت سوريا. ألو ألو، سامعيني؟ هذا موبايلي ولا موبايلك؟ انقطع الخط يعني؟ طفيت موالدي. لا عم ببعث لك على الواتساب، حاكيني على الفايبر. فكرني ما بعرف فوت على ايميلك شوف شو عامل. أنا بيحكي معانا على الساعة 1 بتوقيت سوريا. ضعيف، رح تقول لهم الفايبر. خلص ليك بعثت له على الفيسبوك. ايه ما عم يعلق. ما عم اسمع منيح. هنا سوريا، انتم تستمعون اليني بتوقيت سوريا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله. لك يا ابني، شو عم بتساوي عندك بساعات الكهرباء؟ احترم حالك ولا، وعرف مع مين عم تحكي. عم تحكي مع موظف حكومة. لك عيب عيب يا ابني، شو هالملافظ هاي؟ يعني انه الهيبة الحكومية ما بتكمل إلا بهالملافظ؟ هي الساعة لك شي؟ لا مو إلي. أصبح ما دخلها، يلا اضوي. ايه بس هي كمان مو إلك. لك هاي للحكومة وأنا لا تقلي أنك الحكومة، ما عاد في حكومة، قصدي ما حدا الحكومة. ما في حكومة؟ أعمل اتصال هلأ أخفيك ورا الشمس. لك ما بدها يا ابني، شباك كلنا بخدمة الحكومة، بعدين ما حدا منا الحكومة. المهم هلأ شو بدك بساعة الكهرباء هاي؟ قلت لك ما دخلك، لا تعد حالك ما بخليني ضرها. لك شبك يا ابني نازل تحديد، هاي ساعة كهرباء إلها صاحب وأنا بعرفه. لك هذا جار العمر كأنها ساعتي يعني، بعدين ليش عم تفكها مثل الحرامي ما دامك موظف بالشركه؟ لا تقول حرامي واحترم حالك، احسن ما اعمل اتصال لفيك ورا الشمس. شبك يا رجل شبك؟ شو بعمرنا مو شايفين موظفين دوله؟ شبنا والله ملينا من هالاسطواني. بس عشان تعرفوا ان الله حق، وان يلي ما بدفع حق الكهرباء مو بس بحرموا منها وبحاولوا كمان ليتحاسب. لازم تعرف انت وغيرك انه موظف الكهرباء اللي بتستوطوا حيطه بيطلع بايده، مو بس الشرطه والامن، ونحن كمان بنأذيكم. لك شو جاب هالحديث هلا؟ الله يجعل كلامنا خفيف عليهم. شو بدك بالساعة يا سيد موظف شركة الكهرباء الموقر؟ جارك لعبان بالساعة ومعطلها وبدي صادرها. مستحيل مستحيل جودات، مستحيل. ايه كانوا يسرقوا منه كهرباء ويدفع. شو عم تحكي انت يا رجال؟ واللعب بالساعة الكهرباء في سجن ومحكومية ولدة طويلة عريضة. طيب روق شوي روق، استنى. لك يا جودات. ومين هذا الجودات؟ يا جودات يا ابو شوكات. لك يا ام كريم يا جودات. ايه شوفي شو صاير، شبك ليش هيك؟ تعال انزل وجيب معك وصلت الكهرباء كلها. ليه خير شو صاير؟ شو بدك من وصلت الكهرباء؟ لك عم بقول لك انزل، عم بفكوا لك ساعة الكهرباء تبعك. العمى يا فتاح يا عليم، شوفي لك جودات، ليش هالصوت العالي والعياط؟ شوفي يا ابو سعيد. لك قال شركة الكهرباء عم يفكوا لنا الساعة. يي وليش خايف عليها؟ مو بدك ليكون في كهرباء بالاول؟ عم يقولوا انه نحن مدافعين. ناوليني هالوصولات لشوف. اعوذ بالله على هالصباح. لك وينك يا ابو شوكت؟ لك ايه عم جيب لك الوصولات شبك. لا حول ولا قوة. حبيبي عيني، هاي الوصولات ورجيناك ياهم، شو بدك كمان؟ اخي انا ما دخلني، انا هيك جاني. لك شو يعني ما دخلك؟ يعني بالقانون شلون بده يثبت لك غير بهالوصولات؟ وهي الوصولات، هي الوصولات بالقانون. عم تحكي بالقانون؟ القانون بيقول لك تعطل ساعه مشان ما تدفع. اعوذ بالله. لك يا زلمه شبك. لك عمي انا ساكن بهذا البيت من 69، بحياتنا ما تاخرنا عن دفع ولا لخبصنا بالعداد. شبك شو تفرج لك الوصولات قدامك؟ الله يوفقك لا تفكها. لك يعني والله مو ملعوب فيها، ارجوك لك ابني. لك بعيد هي مر علينا كثير من شكلها. لك يا ابني ما في داعي، ما في لزوم لهالإهانات والحكي. لك لا تطق ولا خط مرصاص. لا هو مطقو، انا هيك شفته مطقو، وهي جريمة. طيب الختم معدل بالعداد، والله لا اخرب بيتها. يا حول الله. يا جودة شو صار معكم؟ تعي تفرجي. لك ليش فاكك الساعة؟ تفضل. انت ما دخلي. مين انت؟ خليك على جنب، ولعلمك انا من شركة الكهرباء دورية. شو ما دخلني، العداد تبعنا. شو عم تساوي انت؟ وهيك مين ما كان بيقول دورية بيصير عنده صلاحيات ما بنعرفها؟ العداد بيسمك شي؟ لا. فمالك كلام معي ولا تخليني اعمل اتصال. لك شبك يا ابني شبك؟
مين ما حكاك ليفهم بتقول له ما دخلك وبتمسك لي هالموبايل بدك تعمل لك اتصال؟ ايشو شايفنا دبان قدامك؟ ما دخلك وخليك على جنب ولا تخليني اعمل اتصال. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا سمعنا بالله شوي لحظه ابني، يعني فكيت العداد من الباب للطاقة هيك وعم تدعي علي اني عم بسرق كهربا؟ لا، وطقيت رصاصة عينك كنت عينك قدامي وبلتني بلوة الله ومولاها، ولا بدك تقول مين انت ولا في اثبات على كل هالشغلات. شو بدك؟ شو بدك بالضبط؟ شو بدك؟ انا بعرف شو بده. شو بده؟ لا يغربن عن بالك اني حافظتهم لهالاشكال. تعال هون ابني. انتبه على تصرفاتك مدام. انا منتبه على تصرفاتي وعلى تصرفاتك كمان. قديش بدك؟ بدي احولكم على المحكمه بتهمه سرقه الكهرباء وتخريب ممتلكات الدوله، وهلا بزيد عليها تهمه الرشوه. ايه حط العداد من ايدك واعطيني المفيد. انت عم تعرق لي مهمه رسميه يا مدام، انا دوريه. اذا ما بتعطيني مهمتك وبتثبت لي انك دوريه، ايه والله للم عليك الشارع كله. وانا ببيعك البيت وبعوفك البلد وبعملك كعب داير بوزاره الكهرباء والمحاكم، وكل ما بتنحل بعقد لكم اياها. شو عم تحكي يا ابني؟ شو عم تحكي انت؟ لك عيب هالكلام، هاد اسمه تهديد. انت ولا فصعون؟ لك الحجر اللي ما بيعجبه بيفجك. من شي قليل عايشين يا قاتل يا مقتول. وانت قلتيها، بتعرفي احداث ومشاكل وما حدا ضامن عمره. ايه وشو ديتا هاي؟ يعني من الاخر عطيني. لحظة لحسبها. 25,000 ورقة مدام. شو؟ 25,000؟ العمى بقلبك. 25,000 يا آدمي يا أمين؟ عفواً مدام، وبلا تجريح، بكافي عم يخدمكم ولا عم تروحوا ولا عم تجوا، وبعم بكفيكم شر الوقفة بالدور والزل قدام الموظفين. والله كسيب شغلتك يا عمو. وشو بيضمن لي إنك ما ترجع بكرة وتقلي لعبانين بالعداد وعليكم فروقات ومدري شو؟ أنت ولا غيرك؟ لا يا مدام، شو ما بأخلاق بهالبلد؟ هلا صحيح كتير عم بيعملوا هيك شغلات، بس أنا بحلف بهالشوارب، إذا دفعتي ما تشوفي خلقتي. شواربك؟ شرفك واخلاقك ما عادوا ضمانه؟ هدول هلا صاروا ضمانتك؟ لك اخ. هلا ليش مزعوجه؟ عم اقول لك بذيب هالشوارب زعلت شوفي خلقتي. مزعوجه من ابتزازك وقله حيلتي. احترمي حالك مدام، انت عم تحاكي موظف عم يمثل الدوله وفينه يضرك ولسه ما قبضنا شيء. واذا اتفقنا وقبضت بيصير فيني سبك وبزق بشواربك واقول لك يا واطي؟ مقبوله منك مدام، بتضلي مقام امي، هي كمان كانت تمزح معي هي. نياله على هالتخلفه. يلا ركب الساعة لبين ما جيب المصاري. لك وين جيب المصاري؟ ما معنا مصاري. معي 100 دولار شايلتها مع جناب. معيتي شوفين لسعر الصرف، سمعت انه نازل الدولار اليومين، ويمكن ما تكفيني المية وانا ما بدين حدا. كنتم مع المسلسل الإذاعي بتوقيت سوريا. تأليف نجيب نصير. قام بأداء الأدوار لهذه الحلقة حسب سماع الأصوات رمزي شقير، هنيبال نصير، محمد آل رشي، وسلافة عويشي. الهوية الصوتية عبد الكريم الحلبي. معالجة وإخراج درامي بسام داوود. مكساج وإخراج إذاعي ديما البيطار قلعاجي. راديو سوريالي.